السلام عليكم متتبعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. اليوم احنا مشروع جديد، تجزئة الراحة، بقع أرضية مجهزة للبناء، هنا كما كتشوفوا هاهما كيجهزوا في الأرض، واد الحار، الطرق، جميع المسالك، تجزئات R+2 R+3. انتم كما كتشوفوا الاشغال هي خدامه، التجزئه ديال الطرق والشوارع، اناره واد الحار. كما كتشوفوا هنا التجزئه جات على الطريق، على الشارع، طريق بنو زياد. قريب ليك المارشي كبير، قريب ليك المارشي، قريب ليك جميع المرافق هنايا. هذه هي تجزئة الراحة R+2، تجزئة كبيرة متتبعي الكرام. احنا فين ما بانت شي حاجة احنا غادي نعطيوها لكم ونعمدوكم بجميع الشقق والبقع اللي هي موجودة. كما كتشوفوا هنا هاهي صافي، العين تكمل، البنية التحتية فوقع، الناس ثاني أراضي ديالها للبيع والبناء. البيرو راه هو كاين في نفس المكان، حداك الطوبيس، حداك الطاكسيات، حداك جميع جميع أي حاجة بغيتيها كلها موجودة، جات على الطريق، طريق بن زياد، شارع طارق بن زياد. كما كتشوفوا ها انتم هنايا قريب كل شيء، جميع المرافق. يبقى لي دابا هو غادي ندخل البيرو وغادي نسول لكم الثمن ديال الارض شحال وبشحال المترو، والبقعة شحال فيها من مترو. هذه تجزئة الراحة عدنا لكم من جديد بعد ما كملوا البنية التحتية ديال الإنارة والماء والواد الحار والطرق. فهذه هي تجزئة، هذه هي الشارع، الطريق هي اللي كتخرج من هنا للشارع نيشان، تخرج طريق بن زياد. تجزئة الراحة، تجزئة جميلة، عندك كل شيء حداك. فهي فيها R+2 R+3، دابا بقى لي غير نسول شحال الثمن ديالها. كيفما قلت لكم كيبدأ المترو أبارتير من 9000 درهم، البقعة فيها من 85 حتى 105، والثمن صديقو كيمشي على حساب واش البقعة جات في الوسط، في الطريق، على الشارع، على أي هادشي. هو
كاين شي حاجه اخرى انا غادي نعاود نتصل نقول لكم. دابا كما قلت لكم الوقعه كتبدا من 385 حتى 105، البقعه كتجي على حساب سا ديبو فين جات، واش الوسط ولا لتحت ولا هذا، كيبقى الثمن ما هي كتبدا ابارتير من 9000 درهم للمترو. دمتم في رعايه الله والى اللقاء، ولا تنسوا اللايك شي تعليق الى عندكم شي تعليق والاشتراك من فضلكم وشكرا.